مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي. يعني الى حد كبير طبعا حتى لو كان مستر موسيماني مش موجود مع الفريق بنفسه في النيجر، ولكنه في جميع الاحوال متواصل بشكل كامل، واعتقد انه التجانس والتفاهم الكبير جدا اللي بينه وبين كيفن جونسون ظهر بشكل واضح في ماتش المحله الاخير، وده الى حد كبير جدا مطمئن. الاهم ان انا افرح جماهير النادي الاهلي واطمنهم ان شاء الله باذن الله بكره مباراه الاهلي وسان داونز بطل النيجر هتذاع بث مباشر وحصري على قناه النادي الاهلي، ان شاء الله تتابعوها وتستمتعوا باداء ونتيجه كويسه ان شاء الله ايجابيه حققها النادي الاهلي. والاهم ان انا اقول لحضراتكم لما نسمع ردود الافعال وحجم الاستقبال للنادي الاهلي في النيجر نفهم قد ايه انه الفرقه دي عندها دوافع حتى ولو ما كانش عندها طموح انها تاخد مشوار طويل في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن زي ما حتى قال مدربهم او المدير الفني محمد بشار في كلامه عن ماتش الاهلي وصاني ديب، قال يكفينا بس ان احنا نحقق نتيجه جيده امام النادي الاهلي اكبر فريق في القاره الافريقيه، ونقول لاولادنا ولاحفادنا ان احنا في يوم من الايام لعبنا مع النادي الاهلي وقدرنا نحقق نتيجه كويسه قدامه.